الوضع عندنا من الدهور الساعة 11 بالليل اجوا اقتحموا البلد قوة هائلة وفتشوا الدور واعتقلوا حوالي 70 واحد وعملوا تحقيق ميداني بدار واحد واعتقلوا منهم 20 ولا تزال المشاكل شغالة والحصار على البلد، يعني سكروا البلد من جميع المناطق اللي هي من بيت مرين وسبوستي وبزاريا وكلها وشوام تراب وعاملين حنا علينا حصار قوي شديد واحنا ضهينا قاعدين لهم برضو. يعني شو جبل ما يهزك ريح، اللي بدهم اياه يسووه، احنا موجودين هون.